ابرنتي كوميديان، كوميديان ممثلة، ابرنتي تتعلم، وانت هي ممثلة مبتدئة. جولي اقرأ دبلومي دو ليكول ديزار دراماتيك، عندها دبلوم من مدرسة الفنون المسرحية. جوزيفين أبرون لو ميتي دو كوميديان، جوزيفين تتعلم في مهنة التمثيل. ملا عندها دبلوم من مدرسة الفنون المسرحية وهي تتعلم كذلك في التمثيل. نعاود قراءة بطيئة. دبلومي دو ليكول ديزار دراماتيك، جوزيفين أبرون لو ميتي دو كوميديان. Joséphine vient de lancer la dernière réplique. Elle est morte. Adieu. Il y a un long silence dans le théâtre. بالأحمر عنا la dernière réplique مشروحة. La dernière phrase du dialogue. هي آخر جملة من الحوار. معناها تتكلم آخر جملة تقولها. La dernière réplique هذيك الجملة الأخيرة. Elle est morte. Adieu. ملي هي قالت جوزيفين قالت الجملة الأخيرة اللي هي Elle est morte. Adieu. لقد ماتت. الوداع. Il y a un long silence dans le théâtre. فما صمت طويل في المسرح. ملي جوزيفين قالت الجملة الأخيرة اللي هي لقد ماتت. الوداع. فما صمت طويل في المسرح. La jeune fille reste immobile. الفتاة الصغيرة هذه بقيت بلا حراك. توت دوات مستقيمة بكلها. كوم اون ستاتو كيما التمثال. سور لو دوفون دو لا سين في المقدمة متاع المسرح. دون سا غورج فيبر انكور لي مو كيل فيان دو برونونسي. دون سا غورج في حلقها فيبر انكور مازالت vibre encore les mots qu'elle vient de prononcer. معناها مازالت تتردد الكلمات اللي تلقيها تتردد في حلقها. بمال نعاود ببطء. Joséphine vient de lancer la dernière réplique. Elle est morte. Adieu. Il y a un long silence dans le théâtre. La jeune fille reste immobile. Toute droite. Comme une statue, sur le devant de la scène. Dans sa gorge vibrent encore les mots qu'elle vient de prononcer. Tout à coup, l'apprenti comédienne entend un bruit étrange. L'apprenti comédienne entend un bruit étrange. غريب. كوم البرويسمون دو لا مير سور لي روشي، كيما حفيف البحر على الحجر. سولا اونفل اومون دو فاغيل، عندي اونفل بالاحمر مشروحة. غروسيغ يعني كبرة، حاجة كانت صغيرة وكبرت. اومون دو فاغيل معنتها واقترب منها، مالا هو صوت هذايا كبر اقترب منها. Brusquement, elle comprend. Brusquement, معناها فجأة معناتها فجأة وبقوة. Elle comprend. فهمت. Dans la salle, الصالة تاع المسرح, les gens applaudissent. الناس يصفقوا لها. مالا فجأة الممثلة المبتدئة سمعت ضجيج غريب كيما حفيف البحر على الصخور ولا الحجارة. بدا يكبر الضجيج هذا ويقترب منها. ففجأة وبقوة فهمت اللي في الصالة تاع المسرح الناس يصفقوا لها. نعاود. Tout à coup, l'apprenti comédienne entend un bruit étrange, comme le bruissement de la mer sur les rochers. Cela enfle et monte vers elle. Brusquement, elle comprend. Dans la salle, les gens applaudissent. Au même moment, في نفس الوقت,
La lumière revient dans le public. الضوء رجع للجمهور. Joséphine voit à présent tous ces visages joyeux tendus vers elle. Joséphine تشوف الآن كل الوجوه السعيدة هذه تتجه نحوها. باهي. Quelques instants après معناتها بعد لحظات قليلة le rideau tombe. الستار الريدو يرتفع et se relève à plusieurs reprises. يرتفع عدة مرات. Joséphine sent ses yeux s'embuer. Joséphine تحس بلي عيونها باش تدمع. Elle salue le public 10 fois 100 fois. وحيت الجمهور 10 مرات 100 مرة. Les applaudissements enveloppent la future actrice comme un grand manteau chaud. Mais نشرحوا الكلام هذايا. Les applaudissements تصفيق معناها enveloppent la future actrice. يلف الممثلة المستقبلية. لهنايا باش يتجنب التكرار في عوض يقول جوزيفين قال لا فيتور اكتريس الممثلة المستقبلية. كوم ان غرو مونتو شو كيما المعطف الدافئ الكبير. معناها شنو معناتها هو كيما تعبير المجازي معناها الجمهور اللي موجود غاديك الكل صفق اللي داير بها الكل صفق كي معناها اللي دايرين بها الكل مصفقوا فلفوها كيما المونتو مونتو هو المعطف الكبوت غران مونتو شو معناها كيما المعطف الكبير الدافئ. بي عنا الكلمة بالأحمر اللي هي سان سيزيو سان بوي معناها مشروحة هنكية elle sent qu'elle va pleurer تحس روحها باش تبكي. نعاود نقراها من الأول فقرة بالشرح. Au même moment la lumière revient dans le public. Joséphine voit à présent tous ces visages joyeux tendus vers elle. Quelques instants après le rideau tombe et se relève à plusieurs reprises. Joséphine sent ses yeux s'embuer. Elle salue le public 10 fois, 100 fois. Les applaudissements enveloppent la future actrice comme un grand manteau chaud. Pintad tawel tamarin. Je réponds aux questions. Ujibu an al-as'ila. Tamarin loulani. Quels sont les détails qui montrent que Joséphine est émue? شنو ما هما التفاصيل اللي يدل على انه جوزيفين متأثرة ايمو متأثرة معناها. تمرين ثاني جوزيفين اتيل بيان جوي سون رول هل انه جوزيفين لعبت بالقديد دور متاعها. كيس كي لو مونتر دون لو تكست شنو الحاجة اللي يدل على ان هي لعبت الدور متاعها بالقديد وإلا لا في النص. التمرين الثالث Quelle est la dernière réplique dite par Joséphine? شنو هو dernière réplique آخر جملة قالتها جوزيفين معناها هي حكت وآخر جملة قالتها هي شنية. السؤال الرابع Voudrais-tu être acteur ou actrice comme Joséphine? Pourquoi? هل أنك تحب تولي ممثل ولا ممثلة كما جوزيفين وعليش كان أي عليش وكان لي عليش. التمرين الأولاني Quels sont les détails qui montrent que Joséphine est émue? فسرناه شنو هما التفاصيل اللي يدل على أن جوزيفين متأثرة. إجابة Les détails qui montrent que Joséphine est émue sont التفاصيل اللي يدل على أن جوزيفين متأثرة هما Dans sa gorge vibre encore les mots qu'elle vient de se prononcer. ما زالت تتردد في حلقها الكلمات التي تلقيها. Sans ses yeux sont bués. تحس روحها باش تبكي انت عيونها دمعت تحس روحها باش تبكي. تمرين ثاني الاجابه
Oui, Joséphine a bien joué son rôle. Naam, Joséphine هي لعبت الدور متاعها بالكدا. Ce qui le montre dans le texte et اللي يدل على انها لعبت الدور متاعها بالكدا في التكست. Brusquement, فجأة بقوة, elle comprend, فهمت. Dans la salle, les gens applaudissent. في الصالة, في القاعدة بتاع المسرح, الناس يصفقولها. التمرين الثالث. Quelle est la dernière réplique dite par Joséphine? شنو الجملة الأخيرة اللي التي قالتها جوزيفين؟ الإجابة la dernière réplique dite par Joséphine. الجملة الأخيرة اللي قالتها جوزيفين هي elle est morte adieu. لقد ماتت الوداع. التمرين الرابع. Voudrais-tu être acteur ou une actrice comme Joséphine? Pourquoi? هل انك تحب تولي ممثل ولا ممثلة كيما جوزيفين؟ وعليش كان اي علاش كان لا علاش؟ بطبيعة باش تكون فما اجابات متعددة اخترت لكم الوي والنو, نعم ولا وعليش. الاجابة الاولى هي باش تكون وي. وي نعم. Je voudrais être acteur actrice comme Joséphine parce que j'aime jouer et exprimer des émotions. Oui, نعم. نحب نولي ممثل ولا ممثلة كيما جوزيفين على خاطرني نحب التمثيل والتعبير عن المشاعر. Je me sens heureux, heureuse quand je joue différents rôles. نحس بالسعادة كيف نلعب أدوار مختلفة. Et que j'interagis avec le public. ونتفاعل مع الجمهور. ملا نعم انا نحب نولي ممثل ولا ممثلة كيما جوزيفين على خاطر اني نحب التمثيل والتعبير عن المشاعر ونحس بالسعادة كيف نلعب ادوار مختلفة ونتفاعل مع الجمهور. اجابة ثانية. Non, je ne voudrais pas être acteur ou actrice comme Joséphine. نحبش نولي ممثل ولا ممثلة كيما جوزيفين parce que je préfère faire d'autres choses. على خاطرني نفضل القيام بحاجات اخرى, نفضلني نعمل حاجات اخرى. Je m'intéresse davantage à d'autres domaines. يعني انا مهتم اكثر بمجالات اخرى. Le métier d'acteur actrice demande beaucoup de courage. المهنة متاع الممثل ولا الممثلة يطالبوا برشا شجاعة. Et d'exposition الانفتاح, يعني تحب برشا شجاعة وانفتاح. Ce qui n'est pas ce que je préfère. اللي وهذايا مش الحاجة اللي أنا نفضلها, يعني اللي أنا نحبها. نعاود نقرأ. Non, je ne voudrais pas être acteur ou actrice comme Joséphine parce que je préfère faire d'autres choses et je m'intéresse davantage à d'autres domaines. Le métier d'acteur ou actrice demande beaucoup de courage et d'exposition, ce qui n'est pas ce que je préfère. J'écris et je retiens les mots utiles, brusquement, tout à coup. Soudain, سرتيلكم بي طب شنو نعملو جملة. Brusquement, les lumières de la salle se sont éteintes. فجأة الأضواء متاع الغرفة انطفأت. توا ناخذ جملة نستعملو فيها tout à coup. Tout à coup, un acteur est apparu sur la scène. فجأة tout à coup, un acteur ممثل est apparu, ظهر sur la scène على المسرح. ماله هو فما فجأة فما ممثل ظهر على المسرح. Tout à coup un acteur est apparu sur la scène. ناخذ توا جملة على كلمة soudain. Soudain une musique dramatique a commencé à jouer. فجأة بدأت موسيقى درامية تعزف. ميلا سودا هي فجأة. Une musique, موسيقى دراماتيك a commencé, موسيقى درامية بدأت.
à jouer blazf. Mais là, soudain, une musique dramatique a commencé à jouer. Brusquement, les lumières de la salle se sont éteintes. Tout à coup, un acteur est apparu sur la scène. Soudain, une musique dramatique a commencé à jouer. فسر الكلام هذي فجأة انطفأت الأضواء متاع القاعة وفجأة تم ظهر الممثل على المسرح وبدت الموسيقى الدرامية تعزف. تمرين لولاني في الكاي داكتيفيتي اكري لي مو اتوليزي بار لوتور بور نو با ريبيتي لو برونون دو جوزيفين باش نكتبو الكلمات اللي استعملهم الكاتب باش ما يعاودش اسم جوزيفين، معناها باش يتجنب التكرار، اللي هما جوزيفين، لا جون في، إل، إي لا فيتور أكتريس. لا جون في معناها الفتاة الصغيرة، إل يعني هي، لا فيتور أكتريس الممثلة المستقبلية. فوالا التمرين الثاني غولي باغ اون فليش باش نربطو بسهم. الجملة الأولانية L'apprenti comédienne reste immobile toute droite. الممثلة المبتدئة قعدت بدون حراك toute droite مستقيمة بكلها. Comme un grand manteau كيما المعطف الكبير الدافئ. Comme une statue مثل التمثال. Comme le bruissement de la mer كيما الحفيف متاع البحر. باش نربطوها بكم اون ستاتو مثل التمثال. لي زابلوديسمون ريزون دون لو تياتر تصفيق مسموع في المسرح. كوم ان غرو مونتوشو كيما المعطف الكبير الدافئ هذيك صير بطناها من الجمله الاخرانيه. كوم لو بغويسمون دو لا مير كيما الحفيف نتاع البحر هذيك هي اللي باش نربطوها بها. الجمله الثالثه والاخيره Les applaudissements enveloppent Joséphine. التصفيق غطى جوزيفين. Comme un grand manteau chaud. هذيك هي اللي باش نربطوها بها كيما مثل المعطف الكبير الدافئ. التمرين الثالث A بار سو كي فو باش نشطبوا الغالط. فما جمل منهم الصحيحة ومنهم الغالطة باش نشطبو احنا الغالطة ونخلو الصحيحة. لا فيتور اكتريس سالي لو بوبليك ممثلة مستقبلية تحيي الجمهور. الجملة الأولانية لوغسكيل كومبون كو لي جون ابلوديس كي فهمت اللي الناس يصفقوا غالطة. لوغسكيل اونتون ان بروي اترونج كي سمعت ضجيج غريب. الجملة الثالثة lorsqu'elle finit de jouer son rôle كي كملت لعبة الدور نتاعها شطبوها غلطة. من الجملة الصحيحة والوحيدة اللي هي lorsque le rideau se lève عندها كيف ارتفع الستار عندما ارتفع الستار. من الجملة الصحيحة la future actrice salue le public lorsque le rideau se lève الممثلة المستقبلية حية الجمهور وقت اللي الريدو الستار طلع. التمرين الرابع مي اون كوا دون لا كاس كي كوريسبون ا شاك فراز باش نحطوا علامه في الخانه اللي تتماشى ولا تتوافق مع كل جمله. لي شوز امبورطونت كي اونت ليو الحاجات المهمه اللي الحاجه المهمه اللي صارت. بريامبول مقدمة ديبي دو ريسي البداية متاع القصة. سويت دي زيفينمون تتابع الأحداث. فان دو ريسي فان دو ريسي اللي هي نهاية نهاية القصة. الجملة الأولانية جوزيفين سالي لسبيكتاتور جوزيفين تحيي الجمهور. نحطوها في الخانة الأخرى فان دو ريسي باهي. جوزيفين سان كيل فا بلوغي تحس في روحها جوزيفين تحس في روحها باش تبكي. هذه تجينا في الخانة اللي قبل الأخرى سويت دي زيفينمون اللي هي تتابع الأحداث. الجملة الثالثة جوزيفين
دي لا دغنيا غيبليك دي ديالوغ. جوزيفين تقول الجملة الأخيرة من الحوار نتاعها، معناها هذه باش نحطوها في الجملة في الخانة الثانية اللي هي ديبو دو ريسي، بداية القصة. الجملة الأخرانية جوزيفين apprend le métier de comédienne. جوزيفين تتعلم في مهنة التمثيل. وين باش تجيني هذه؟ باش تجيني في الخانة اللبنانية بالكل اللي هي بريامبول.